احتاجها. تاج الملك لا 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 بسم الله يا لا 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 تاج الملك لا لا احتاج ال شو تقول؟ بالله متى رقدت؟ رقدت اول شيء حط راسي على الفراش ساعة. انا جايك الساعة يمكن بدري جايك. اي ثلاث تقريبا. جيتك الساعة ثلاث اي حوالي ثلاث حاول انام ماشي. اذن الفجر الناس قاموا يصلوا الفجر. قول لهم يلا بعد الصلاة ان شاء الله بيجي النوم. بعد الصلاة ماشي نوم. نمت قمت بعدني مرة ثانية 10:30 11 كذا يعني. أشوف بعدني طلعت برا أشوف بعدها الساعة 11 ورجعت حاولت أنام. أنا كانت جيني النومة وقريب لذان شكلها الظهر. الدليل إنك لما صحيتني ما قدرت أقوم صح؟ تقول لي طيب قمت أنت؟ والله قلت لك طيب؟ إيه والله لا إله إلا الله. حتى جاكي بجنبك اسمعني أنا قومت جاكي قبلك. قومتك أول اثنين قومت العيال اللي إشارة منك هناك رحتهم قومتهم ما يقومون. رحت ليهم ريست نايت قومتهم. قومت عمر ريست نايت من فيه؟ بعد ذلك في صالح عمر يا سلام الله هلا بالطش ورش هلا هلا يا عمر. الله مقامك عز الله مقامك عز الله مقامك. استرح يا اخ ماجه حماده. وينه يا الله؟ وين حماده يا جماعه؟ الظهريه ما فيها لا صالح ولا خلود. وين صالح؟ لا صالح ولا خلود. صدوف الليالي ايش يقول؟ يا الله صالح كني شفته انا ولا مو ولا انا وينه؟ تجي تسلح قهوه انت وش؟ ما اسمعك. لا 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 شويه. وين صالح؟ والله ما اعرف وش الله. والله لا تسال. الساعة كم عندك يا عمر؟ واحدة الا قريب الا خمس. صدوف الليالي تتعب الرجل ما يحتاج. ما يحتاج لكنها تعطيه حقنة مناعية. نعم. تراكم من الخبرات يرفع من الانتاج وهذا طبيعي في الحياة الطبيعية. سلام. فأنا أشوف أن الرجل ينهج مع المنهاج. منهاج على وين ما أدري. عزب على طيبة نية نية. ولو أنه يواجه من المحرجين إحراج إذا طافت ذي الحق على ذي تقول العرب فوق البسيطة صرح دواج. ولا تقول وسط الجحر مثل الحبيب. عايش الطويرش يا الله. هلا بالطويرش خالتي يحبني لك. شنتكم بعدين هنا؟ ماشي تمر. شنتكم؟ شندنا؟ ماشي تميرات مص علو تعال. ها؟ تمصي علو سوالف. اللهم صعك بعقال. ها تعال تفضل. ها مصعنا. تعال علمكم من اللي تحت. تعال متوسع والله لين عقلتك بشماعك. اجيب هالعسيب شوف فوق هذا شو ظهرك. عمر عطى عمر اجيب هالعسيب فوق العش ذا وشروطك شلوط العسيب. طيب ليش يعني وش سوينا؟ ما ادري ما عليك. ايش من كذا اخلاقي كذا بس كذا كذا. تعال اعلمكم بس كذا. تعال يعني تعال خرمان تضرب حد. ها تعال انت كمان. تعال جيت انا. الا مشكله هناك عمر يا جبل ما يهزك ريح خشم. هلا والله خشمك هذا يسمونه الهياط يا
هذه الهيبة الهيبة يوم جاء قبال شافه مريخ خاف يحب هشمي كافو تروب عليه يا حياكم الله يا شباب حياكم الله في بيت الحكمة بيت الشيبان يا دسكون ركوت نسعد فيكم في جلستكم يلا حيهم صباح رصيدي جديد تعلق على المباراة أنت الله يذكرك بالخير يا خالد لازم تكون الله يوفقك الله يوفقك آمين يا رب العالمين الله يكتب للخير وين ما كان يبينا قهوة اي والله الله يحفظ اخو يأكئ بيوم السبت ويوم الاحد والله نكابة وليه ما وش قهوة ابو فيصل ها ما وش قهوة وش ما وش قهوة لا والله ما ديته والله ما جاني ما ادري وين راح افا زين كنت ناديه معك وتجي تعال يزيد القهوة ها زيد لك يا بعد شوفتك هي القهوة والقدوع وكل شيء ما هو موجود هنا سيد لك فنجان فات عم نتا هلا بجيب قهوة بسرعة خلي اجيبه زين عمر اول يوم الجمعة قهوة تميرات زين عمر يوم الجمعة جايين شو اسمه انت قمت انت وشو ترقدت الجميلين اخوانه صليت الفجر على طول ها فارس صليت الفجر له. بعد ما رقدت على طول انا اي حاضر ها رقدت انت هو يا عمر انا نمت قبلك الجنه لا والله والله نايم قبلك انا صليت وعلى طول مباشره نمت يوم تصلي بالربع برا ما سالفة كذية مضبوطة يا أبو محمد والله بقول على الشيخ بدر أعلم محمد لا ما تصلح أبدا ما علي خاصة مرة عامل إيه بتاع الفورد نجيب لقيته ها عي يقول ما فيه قهوة التمر للضيوف بسمي نفسي انا ضيف هنا وقولوا له هذا ضيف طيب ايش رايك تاخر ها التمر مش من هولة ايش رايك هذا ايش رايك تقعد بالضر الضيف لازم اذا جاء الحين وقولوا له هذا ضيف لازم التمر لا انت طالع من جد انا ايش رايك بتخاوض في الوتر يا بزه انت تعرف ايش اللي مين هاي حيت ابو فيصل عفوا يا ذل العلم رن شفت عبد المجيد حركة واحدة قدرت الله نعوذك يا غير صلى الله طير وفيصل هذه يا المهايطي ترك رجال تعال وانا تهايط من بعيد بالله جو جديد والله يا عصفور خلي شواي شواي راحت الهيبة والخاضي تعال قوصان لا خلاص راحت والله ما اجيك والله محمد للماكولات الشعب هز اسمع تعال اسمعك تعال اجزب والله ما اجيك تعال طويرش والله ما اجيك تعال طلبك كم الساعة معك 58 ها 58 تعال والله يا ابن حي تعال ما جاك ما جاتك هو جاتك هو تعال والله انت تجي باجي طيب والله هالحين تجي والله والله بحالتي وجهي والله يلمسك والله اي والله بحالتي وجهي لا تعال والله ما المسك تعال انا لك استغفر الله تعال جوج من ايوه قرب تعال قرب بابا قنوج وش هذا بابا قنوج بابا بابا غنوز شو بابا غنوز
هذا من ينطلبات مش رنوج. بابا غنوج. بابا غنوج سلمت سلمت يا غالي. احنا المفترض الله ان شاء الله يا اخي لا تهمر شيء، كل شيء ضيف 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 مفروض. وش يعني المرقوقه عرفنا، القرصان عرفنا، ساقه التماره يعطونا مفروض ما نعرفه. والله ايش رايك الطيب؟ اي والله على الاقل الظهريه بس نبيها الناس اللي قايمين هالظهر. تبي الريده؟ وش اللي ما عرفته؟ تبي الريده في التويرات؟ والله العظيم بهلي نبيه. وش اللي ما عرفته؟ وش المفروك هذا؟ خبز بالفرن ودني والمفلق. نعرف الجريش ونعرف القرصان. وريك المفلق وين التميرات؟ كل واحد قدوه راشد الثاني من جد. وين الكلمات يا جماعه؟ الكلمات انا بعد لا مفلق. هذا يجيك زي الحبوب القهوه مطعم ذا شغل كامل. ها طيب شيء تمر من المطعم. هو يقرا بس ما قال اسم المطعم، يقرا الطلبات يعني. اقول لك مطعم، هو مطعم، هو مطعم اصلا. هنا جايبين بيت. انا قصدي الفكره وتخالطي وين ماشي تمر ولا ما جايب تمر؟ يقول ماشي تمر، يقول لازم ضيوف. ماشي يقول لازم ضيوف. بنجيب تمر من تمور القصيم اللي ابشر. تعال القصيم ابشر بالناس الشم شاربك. بجيب انا تمر من تمور القصيم. جيب هنا هنا ما في تتسجل. اسمع طاري هنا ما في تتشافي هنا قص شارب قص راس والله. وبعدين مسكونك على الباب بالله. والله والله التمر للضيوف. والله هنا هنا ما في مرجله مرجله ما في. افا بس افا هنا نفسي والله العظيم مصيبه ذي. كل ما تسوي شيء خصم، تجيب تمر خصم، دبلون عليك بعد. افا بس افا خلنا نطلع من الشارع من البرنامج ونعلمك التمر. وشو تكرم الضيوف وهل الدار ميتين جوع؟ من هو؟ ايه عزمة الظهر يضرب من بعيد يحلف حب. تروح الصخرة بعيد تضرب في الطعس وترجع. ايش تقول؟ تكرم الضيوف وهل دارك جوعانين؟ ايه ابو فيصل يا حسافة والله حسافة. ايه والله ما هقيتها والله. المشكلة بس هو يقول ايش يقول؟ يقول اني بعودهم على انهم ما هو كل شيء ياخذونه. يا رب السلام عليكم. سلام. جزاكم الله بخير. نور سرور. يا اخي لما تشغلون السبيكر؟ مشغل السبيكر؟ اسمع 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 تعال تعال. مشغل يا قلبي انا ما صحينا الا على السبيكر. يا فارس. الاقامه مشغله. لحظه يعني ما تقوم على صوتك تقوم على السبيكر؟ قمت بقومتك ولا لا؟ قمت ولا لا؟ فارس تعال حسنت حبيبنا يا ابو فيصل. عنده مطبخ كله. تدري وش المشكله في الموضوع؟ المشكله انه لما تشرب القهوه تريد تاكل تمره. يا سلام. فاهم علي؟ يعني كانك جوعان واكلت حبوب فتح الشهيه تلقائي. فهمتها؟ خذ قهوه 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 عليك في القهوه. هلا كليجه. أوه والله شيء كليجه عندي انا وعندي كل شيء. ناخذ دفتر نروح داخل. ها قومتك مرتين يا فارس وقلت لي خلاص بقوم حتى التقنيه شغلنا سبيكر. الله يمسيك بالخير. ولا اقول الله يمسيكم بالخير. جزاك الله بالنور والسرور. وصيت وش اسمه عبد الرحمن زايد يجيكم. صب القهوه طيب. من زميلك حمد المسعود. من ضدك ومن ضدك؟ محمد عثمان ومنيف. والله منيف ومحمد مسعود متقاربين في المستوى وانت محمد عثمان متقاربين في المستوى. لا محمد عثمان انا قريب. والله محمد عثمان شاطر في اتيان الاغراض. يوم تقول اجيب الشيء الفلاني والله شاطر. محمد عثمان ذاك اليوم مره اجيبه. محمد عثمان ذاك اليوم انا وياه نتكلم عن طبخنا. لا وشو؟ لا محمد عثمان والله يساعدك ذاك اليوم اعطيه يقطع لا ويطبخ كل شيء. طبخ لا اسال جيك عن طبخي. جيك قد جامع نفس نفس حمود. عندك نفس في الطبخ؟ ايش عندك نفس نفس في الطبخ؟ ايه
لا عندي خنقة. نحتاج نفع سديبان طباخ. طبخ. لعبة الطبخ. بندر. حرام يا رجال يبيك مطبخ. ها؟ رجال ضروري يبيك مطبخ. منو؟ بسرعة يبيك ضروري. والله يبيك والله. منو؟ تعرف عند رحلة. قل لي أول بحرف. أبو. ها؟ أبو. أبو. بسرعة أخلص يبيك. أتوقع أبو مرجان. أخلص أجل. لا 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 لا. ها؟ يمكن ابو يارا يمكن ابو يارا يمكن مو فارس يمكن ابو يارا ايه مو ابو علي مستحيل يكون ابو علي مستحيل ابو علي الظهر وفي المطبخ في المطبخ لا مستحيل لا 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 استحاله تظلمون ابو علي استحاله تظلمونه ابو علي والله العظيم هالمكان يعني بالله يا ابو علي بيجي الظهر بيبغى بندر ابو فيصل وبيطرش محمد المسعود يناديه ها لا يديك وفيصل من هنا بيقوم بيروح هناك على اساس نداء من محمد المسعود مستحيل استحيل مستحيل يمكن ابو يارا سمع ها هذا مقلب عشان هو يجي عشان يجي يجلس محله اي عارفين تعال تعال تفضل تفضل انا وصلت المنتهى ابدو من البداية هجل اسمع محمد المسعود ربي اللي يبغى شاي هذا شاي ايش اسمه اما شاي اعطني قهوة اللي يبغى ابو فيصل ابو يارا غلط مين ابو علي مثلا ابو علي لا مو ابو علي ابو علي لا مو ابو علي مستحيل ابو علي ابو علي مستحيل مستحيل يعني الساعه 1 الحين و3 دقائق مو ابو علي مستحيل تظلمونه ابو علي نايم مستحيل مستحيل اتوقع ابو شوق ابو شوق ابو سعد ممكن لا ممكن ممكن في الليل انت لا اعطني او صح صح هذا الليل واحده اي ام الحين احنا في بي ام بي ام ولا مرسيدس علي وش يعني لا لحظه البي ام والمرسيدس بخصموا عليك وش يعني بي ابراهيم جالس بالجا حبيبي وش من الترويج اللي انت بتقدمه للبي ام لا محمد عثمان يمكن ابو ايش يا محمد دهلي يمكن ابو ايش ابو عثمان مرجان ابو مرجان ابو مرجان صح يمكن عيال ابو حامد يمكن ابو حامد صاحب لا 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 ابو حامد وابو علي الظهر لا 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 اي يمكن ابو حامد بس تتوقعون ابو حامد في جو الظهر يا استحاله مش مكمل اول البرنامج اللي اليوم ما قد جاء الظهر بالقريه الظهر مش مكمل مش حتى لما كان متسابق كان ينام الظهر ما كان عشان كذا ممكن ابو علي ممكن لا 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 مستحيل ابو علي مستحيل ابو علي عمر تركز معي ابو علي جد ظهر انت واضح عليك اول حرف لو كان في شبان اليوم هنا والله يمكن ابو فزاع ما ممكن مكمن مكمن لا ابو فزاع بعد ما ممكن يكون ابو كاتب واي ام كيف يمكن جاب شفت الظهر ممكن يكون ابو كاتب انا ما اعرف اقول الحق على مطبخنا يا ابوي اي والله هذا يخص معنا الحين ابو علي ترى 1:10 اسالك باللي خلق لا اله الا الله لا ما بعد سمعنا زيد راسي ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ترى بلازم ينتهي فاصل اسالك بالله مو بلازم يجي فاصل احنا اشوف احنا نتربع في المطبخ احنا اول انا نظامي اول اصلي الظهر ارقد فهمت؟ هل في طنطنة الحين تطلع يا صغير زد راسيدك ولا محمد بن مسعود اليوم سبيكر صلاة الظهر فيه ضعيف مرة يا رجل ضعيف ضعيف مرة يا رجال انا اقسم بالله قمت متكرفس اسال ذاك كم صلينا احنا اليوم؟ كم 4 5 6 كم؟ كلنا ما الاولى ما لحقنا عليها ولا الثانية انا لحقت على تقريبا الثانية والله ما سمعت شيء انا اتذكر زمان والله يمكن نصحك شطفتك بشطفة يا عمر سب لي بيالة شاي أنا الحمد لله مع ذولي لحقت عليهم صليتنا الحمد لله طبعا يا الربع اشوفك شاطف واقول لك السلام عليكم وطرد صليت في الثانية ابوي ايش سوي اقول يا الربع عندي اجتماع العصر عشان اخذت الدرع واقول لكم كلام مهم امش 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 ولا اقولها الحين هذا درعك لمدة اسبوع امش لا ارفعك على خدك راح ماله هي صح اسبوعين 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 ابراهيم الاخير كلنا ندخل فيه الاسبوع الثاني ابراهيم الاخير تبغى تصدق ولا اخوك؟
اقسم بالله مصيبه لو اني اجي اتخيل لو اني مثلا ما تحصنت لا تحصنت ايش تحصنت الكار هي الغالي وش ادري صحيح عليك ما شاء الله تبارك الله عليك اللهم عليك اللهم عليك اللهم عليك بدوعه لا لو ما اخذت الدرع اسمع لو ما اخذت الدرع تخيل اسمع جاي يطلع تحصن تحصن بالله اللي متحصن تحصن شو اللي متحصن يوم اصحى ويوم انا شوف شوف عشان ما يزعلون الباقيين يا اخي والله العظيم يعني المفروض يا اخي يقول مدى تو واحد منكم يطلع واحد منكم ايش؟ واحد منكم يطلع واحد يقعد واحد يطلع انت شوف هذا كلمه فزاع وهذه فواز الحارثي وهذه فيصل كلهم بجانب فداهم والله مشان الله والله يوصلنا ان شاء الله جميعا انصحكم اذا النهائي مسابقه لغه برايل اللي بيعملها محمد يلا يا فارس محمد عثمان برايل برايل وانا حسب برايل يا قلبي برايل اللي يبغى يفوز يتفضل في المجموعه اللي بنكون فيها يا للمتى ايش بطل ومتى ايش ترى المتى ايش مات بروح تحصل وجهك ما اتوقع انه لسه لما الان ولا والله ما تدري ابو علي يحسب من قبل ما تبدا لازم ابو علي لا تظلم ابو علي لو لا لا مو هو صح لا تظلم ابو علي رجاء يعني ممكن في عندهم هنا ابو يحيى شكلي بس ابو علي لا ابو يحيى ما ادري انا بس ما بظلم ابو يحيى قال لان هل تتوقع ابو علي يخصم عليك؟ لا 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 هل ابو علي ممكن يتسبب في لحظه؟ مستحيل ممكن ابو علي يقول يا لا 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 يا لا 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 هذا مو ابو علي هذا واحد ثاني قم والله غطى كذا ابو نشيل القهوه نشيل الدله تبي تشيلوا الدله وفناجيل داخل شيء تمر ترى ما ادري تمر قصيمي جيبها تتقهوى جيبها زيد رصيدك زيد رصيدك بشيل هذه هناك خلودي هلا بالزين